السلام عليكم ورحمه الله ارحب بكم اعزائي المشاهدين في مستهل هذه الحلقه من الاجنده. في اجنده هذا الاسبوع استجداء صالح للتدخل الروسي هل سيثمر؟ جيش التحرير الشيعي فصل جديد في ماساتنا القوميه. سنتناول في هذا المساء قضيتين جديدتين اثيرتا خلال الاسبوع الماضي من قبل وسائل الاعلام بصوره او باخرى القضيه الاولى هي دعوه المخلوع صالح روسيا الى التدخل العسكري في اليمن لمحاربه الارهاب كما اسماه واعطائها بعض الامتيازات وتمكينها من اقامه قواعد عسكريه حربيه وتمكينها من البلد يعني بشكل كامل والقضيه الاخرى التي سنناقشها هي قضيه اعلان اعلان ايران عبر احد قادتها العسكريين تاسيس جيش شيعي واسع النطاق متعدي للحدود الايرانيه ومتعدي لكل الحدود اطلقوا عليه اسم جيش التحرير الشيعي. هاتان هما القضيتان الاساسيتان اللتان سنناقشهما هذه الليله من خلال التحليل والبحث عن الابعاد التاريخيه لهاتين القضيتين بين فترة وأخرى يظهر المخلوع صالح على شاشة التلفزيون يظهر في مقابلة تلفزيونية مع قناة يستدعيها باي شكل من الاشكال وكان الرجل يعني لا يستطيع ان يعيش خارج الاضواء، لا يستطيع ان يعيش بدون كاميرات وبدون اثاره وردود افعال. صالح يبحث عن قنوات فضائيه كما قلنا بين فتره واخرى للحديث في قضايا متناقضه ليلقي كلاما متناقضا وغير مسؤول و كل هم أن يثير الخلاف وأن يثير النزاع وأن يثير الغبار في وجه الآخرين هذه المرة ربما استدعى قناة تلفزيونية لم نتأكد بعد من هويتها المختصون حاولوا البحث عن هوية هذه القناة قيل في البداية أنها روسيا اليوم ثم تبرأت روسيا اليوم من المقابلة ومن القناة من المقابلة ومن المذيعة ثم قيل أنها روسيا 24 ولم نستدل حتى الآن عن هذه القناة التي أجرت معه المقابلة وحتى لم نستدل على المذيع نفسها التي أجرت معه المقابلة وأصحابنا المختصون في الشأن الإعلامي الفني يقولون أنهم لم يستدلوا على أي عمل من أعمال هذه المذيعة التي أجرت معه المقابلة المهم الرجل بين فترة وأخرى يطل على الشاشة ليلقي كلام كما قلنا غير مسؤول كلام متناقض كل ما يحتويه كلام صالح في المقابلات هو الهجوم على المملكة العربية السعودية تحديدا الهجوم على الإخوان المسلمين تحذير العالم من خطر الإخوان المسلمين ومن خطر الخلافة الإسلامية و إلى آخر ذلك لكن في نهاية المقابلة الماضية التي الأسبوع الماضي مع هذه القناة المشبوهة أطلق صالح ما يمكن أن يسميه وعود أو بالأصح طلب تدخل روسيا لإنقاذه في الحقيقة مما هو فيه وفك عزلته وعلى يعني وعد بأن يعطيها وأن يمكنها من قواعد عسكرية داخل اليمن يعني بلغة دبلوماسية هذا كله جاء بلغة دبلوماسية تحدث عن يعني إحياء المعاهدات القديمه بين اليمن وبين الاتحاد السوفيتي وهي معاهدات تنص على تمكين الاتحاد السوفيتي من قواعد عسكريه في اليمن الجنوبي سابقا وفي سقطرى وفي اكثر من مكان هذا كلام يعني حاول من خلال علي عبد الله صالح ان يقول انا موجود وانا صاحب الامر والنهي وانا صاحب الكلمه في الساحه وعليكم يا دول التحالف والسعوديه تحديدا ان آه آه تمدوا آه أيديكم للتعاون أو على الأقل آه تبحثوا عن الجهة التي يمكن أن تحاوركم آه في الواقع يعني أنا الجهة الرسمية عن الجهة التي يمكن أن آه تخدمكم داخل الـ الـ البلد آه دعونا نستمع إلى آه كلمة آه المخلوع ثم نعود للتعقيب عليها ونقدم كل التسهيلات والاتفاقيات والمعاهدات معروفة تسهيلات نقدمها في قواعدنا، في مطاراتنا، في موانئنا جاهزين لان نقدم كل التسهيلات الى روسيا الاتحاديه كما هو واضح بدا المخلوع صالح في المقابله وكانه يستجدي روسيا للتدخل التدخل العسكري في اليمن من اجل انقاذه وقبل ان نناقش امكانيه التدخل الروسي من عدمه دعونا نتحدث عن بعض الملاحظات طبعا الذي اغرى صالح وربما يغري كثير من انصار صالح في البحث عن روسيا ودعوه روسيا الى التدخل هو مواقف روسيا آه الاخيره آه منذ آه بدايه الازمه يعني سواء مواقفها في مجلس الامن الدولي الذي يبدو ظاهره انه آه منحاز للانقلابيين في صنعاء او آه موقفها في التحالف مع ايران و آه مناصرة قضايا إيران داخل المنطقة ومنها تحديدا قضية آه يعني الأجنحة الإيرانية في اليمن وروسيا في سوريا والعراق وغيره وكذلك مما أغراهم يبدو آه التسهيلات الروسية يعني تهريب الأسلحة للانقلابيين داخل اليمن داخل صنعاء آه هناك دلائل تدل على أنه على وصول آه أسلحة روسية وصلت إلى الانقلابيين في الآونة الأخيرة يبدو أن روسيا الاتحادية متورطة في هذا الشأن وفي نهاية المطاف روسيا تبحث عن مصالحها كما يعلم الجميع يعني السياسة هي في نهاية المطاف بحث عن مصالح خاصة لكن الدعوة روسيا إلى الانخراط في مواجهة مسلحة داخل اليمن هي دعوة مثالية لا يمكن أن تكون واقعية على الإطلاق خلونا نرجع شوية للتاريخ لأنه أحيانا التاريخ يعطينا أضواء واضحة للقضايا أحيانا نقول لأنه في بعض الأحيان لا يدل على شيء آه، تاريخ العلاقات اليمنية الروسية قد يكشف عن آه، إلى أي مدى هذه الدعوة آه، ممكنة أو غير ممكنة طبعا نحن لا نستطيع أن نتحدث عن علاقات مع روسيا طويلة الأمد لأن التاريخ الذي الل... آه، تاريخ العلاقات بين اليمن كان بين اليمن والاتحاد السوفيتي وليس مع روسيا تحديدا لكن باعتبار ان روسيا هي الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي كما يقول علي عبد الله صالح وكما تقول روسيا نفسها بامكاننا ان نتحدث عن يعني الخلفيه التاريخيه للعلاقات اليمنيه الروسيه. بدات العلاقات اليمنيه الروسيه في القرن الماضي تحديدا في عام 1928 بين المملكه المتوكليه في اليمن أيام الإمام يحيى حميد الدين وبين الاتحاد السوفيتي آنذاك جاءت هذه العلاقات بطلب من الإمام يحيى يعني إقامة علاقات صداقة وتجارة وبالفعل تم التوقيع على مذكرة أو اتفاقية صداقة وتعاون تجاري بين كل من الاتحاد السوفيتي والإمام يحيى كانت تقضي هذه الاتفاقية بأن تورد يورد الاتحاد السوفيتي إلى اليمن بعض السلع مثل المنسوجات والكيروسين والزجاج وما شابه ذلك وفي المقابل يستورد من اليمن البن اليمن لأنه لم يكن يوجد آنذاك أي شيء يمكن أن يصدره اليمنيون غير البن والتخلف لو كان في سوق للتخلف كان ممكن يصدروا بكميات تجارية كبيرة جدا والأمراض بطبيعة الحال والجهل أنا ذاك لم يكن بإمكان اليمن أن تصدر شيء سوى البن اليمني الممتاز كما يقول الروسيون إذا قد بدأت العلاقة في العام 28 ثم بعد سنوات وتحديدا في عام 55 أو 56 إذا لم تخن الذاكرة أقيمت علاقات دبلوماسية بعثت بعث الاتحاد السوفيتي أنا ذاك بعثة دبلوماسية كان مقرها في تعز. هذه البعثة الدبلوماسية يعني كانت لها أعمال محدودة جدا جدا ما كانت ما كانت واضحة يعني. لكن بدأ تنشيط هذه البعثة وتحويلها إلى سفارة فيما بعد مع بداية إعلان الجمهورية العربية اليمنيه مع إعلان الجمهورية تحديدا ويومها كانت الاتحاد السوفيتي في علاقات ممتازة مع عبد الناصر و الجمهورية الوليدة كانت تحظى برعاية من نظام عبد الناصر فكان بالضرورة تدخل يدخل الاتحاد السوفيتي في الخط ويصبح من الداعمين للجمهورية الجديدة الوليدة وهم اعتقدوا أنه أو قالوا وعبروا عن ذلك قالوا أنه الجمهورية الجديدة يعني أقرب إلى التقدمية من النظام الإمامي السابق ومن ثم فهي أقرب إلينا وإلى مشروعنا الحضاري الذي نروجه انذاك عبد الله السلال كان طلب من الروس بعض الدعم لمسانده الجمهوريه الوليده كما قمنا كما قلنا والروس او الاتحاد السوفيتي لم يقصر سارع في مد الجمهوريين ببعض المساعدات اللوجستيه وصل بعضها الى حد يعني مساعدته بعناصر عسكريه وطائرات مروحيه وما شابه ذلك وكان عبد الرئيس عبد الله السلال نفسه كان حصل على طائرة خاصة من قبل الرئيس الرئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك كهدية من الاتحاد السوفيتي آه انتقلت بموجب هذه التفاهمات انتقلت البعثة البعثة الاتحاد السوفيتي من تعز إلى صنعاء وتأسست سفارة للاتحاد السوفيتي في صنعاء آه استمرت إلى أن آه بدأت معالم علاقات جديدة يعني هذا هنا هذه العلاقات الى الان كانت كلها مع الشطر الشمالي من اليمن انذاك، لكن العلاقات الحميميه فعلا بدات مع بين الاتحاد السوفيتي والنظام السياسي في اليمن الجنوبي انذاك. قبيل آه آه ثوره 14 اكتوبر عام 67 آه كان هناك آه مجموعه تنظيمات آه يغلب عليها الطابع اليساري داخل الجنوب. من بين تلك التنظيمات كان تنظيم الجبهة القومية كان يمثل مجموعة من الشباب المتحمسين للفكر اليساري الفكر الشيوعي تحديدا كان منهم عبد الله باذيب وعبد الفتاح اسماعيل وسالمين وعلي ناصر محمد وغيرهم هؤلاء طلبوا من روسيا بشكل مباشر أن تعتبرهم جزء من المنظومة الاشتراكية و عرضوا عليها ان يعلنوا ان حزب باسم الحزب الشيوعي لولا ان الروس يعني نصحوهم بالتريث لوجود يعني ما يمكن ان نسميه تنظيمات قوميه اخرى ليسوا في حاجه الى الصدام معها ومن تلك اللحظه اصبحت الجنوب او الجمهوريه اليمنيه الديمقراطيه جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه بمثابه الولد المدلل للاتحاد السوفيتي كما يقولون لانها اصبح الاتحاد السوفيتي يزودها بكل شيء في حين انه لا يستفيد منها تقريبا اي شيء. وقف الاتحاد السوفيتي مع الجنوب وقفه الاب مع ابنه. كل شيء تقريبا كان محم يعني محمول من قبل الاتحاد السوفيتي. وظل الامر على ما هو عليه الى ان آآ بدا يطرأ فتور على العلاقه بين اليمن بشقيه او بشطريه القديمين وبين الاتحاد السوفيتي ايام مرحله البرسترويكا داخل الاتحاد السوفيتي ايام جروباتشوف لما بدا الاتحاد السوفيتي يتعرض للضعف وحاله من الانهيار. سقط الاتحاد السوفيتي وتحول الى قطع غيار ومجموعه من الدول كان الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي او الوريث الاكبر انذاك هو روسيا الاتحاديه. روسيا الاتحادية خرجت من بين الانقاض تبني دولة وارادت اعتراف وكانت الجمهورية اليمنيه الموحده من ضمن الدول التي اعترفت بروسيا الاتحادية في العام 1991 وظلت العلاقات يعني بين يعني بين اليمن وبين روسيا الاتحادية علاقات طبيعية وعادية حاولت احياء الاتفاقيات اللي كانت موجوده بين اليمن والاتحاد السوفيتي اعادوا احيائها لكن في تلك الفترة كانت اليمن محسوبة على امريكا اكثر من الاتحاد السوفيتي. هذا هو مجمل الى هنا هذا مجمل سريع ومختزل للعلاقات اليمنيه الروسيه خلال القرنين الماضيين فهل بالامكان ان تعطينا هذه الخلفيه، هل بالامكان لهذه الخلفيه التاريخيه ان تفسر مواقف روسيا الاتحادية اليوم من اليمن هل يمكننا الاعتماد على هذه الخلفية التاريخية في تفسير أو التنبؤ بسلوك روسيا الاتحادية تجاه الأزمة في اليمن <applause> نعتقد أنه سيكون من المغامرة أن نتحدث عن أن نتحدث عن الاتحاد السوفيتي عن روسيا الاتحادية وكأنها الاتحاد السوفيتي. هناك متغيرات كبيرة تجعلنا نقول هناك متغيرات كبيرة في العالم بشكل عام وفي الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية بشكل خاص تجعلنا نقول انه لا يمكن للتاريخ العلاقات اليمنيه الروسيه ان يكون مفسرا للسلوك الروسي الان. يعني احنا كنا زمان بنتكلم عن الاتحاد السوفيتي، الان احنا امام روسيا الاتحاديه، روسيا الاتحاديه التي تختلف جذريا من حيث العقيده السياسيه ومن حيث السلوك السياسي عن الاتحاد السوفيتي روسيا الاتحاديه لديها عقيده براغماتيه خالصه في مقابل العقيده المثاليه القديمه للاتحاد السوفيتي نحن الان امام دوله راسماليه تبحث عن مصالحها ولديها مخالب ولا تساعد احد لوجه الله وليس لديها استعداد لان تغامر في اي مكان في العالم على حساب اقتصادها وعلى حساب مصالحها الخاصة. إذا هذه أول ملاحظة، الملاحظة الأولى أنه نحن أمام روسيا الإتحادية ولسنا أمام الاتحاد السوفيتي. الملاحظة الأخرى أنه طوال الفترة الماضية في فترة العلاقات بين الاتحاد السوفيتي واليمن كانت روسيا تستجيب بشكل إيجابي لدعوات اليمنيين ومساعدتهم في فترة تاريخية وأخرى، لكن كانت دائما هذه المطالب تأتي من جهات شرعية. كانت هذه المطالب من قبل اليمنيين تاتي من جهات شرعيه يعني في البدايه كانت مطالب من قبل الامام يحيى باقامه علاقات وبعدين مطلب من قبل الثوره الثوار سبتمبر باقامه علاقات ودعوه للمسانده ثم اقامه دعوه من قبل شباب الجبهه القوميه ثم الى اخره يعني كانت دائما دعوه تاتي من جهه شرعيه فيما اليوم الدعوه تاتي من قبل متمرد مثل علي عبد الله صالح او مثل عبد الملك الحوثي وروسيا مهما كانت رغباتها ومهما كانت كذا لا يمكنها ان تتعامل مع عصابات لم تعترف بشرعيتها روسيا الى اليوم ما زالت تعترف بشرعيه الرئيس هادي وما زالت تعترف بشرعيه الحكومه الشرعيه وتتعامل معها وهذا وقراراتها في مجلس الامن او سلوكها في مجلس الامن وخارج مجلس الامن يدل على انها تحترم نفسها إلى الآن وإن كان لها طبعا مصالحها الخاصة التي ينبغي أن ترعى هكذا هذا أمر الأمر الثالث أنه روسيا لا يمكن أن تغامر بحرب ليست ليست حرب ضرورية ونحن نعلم أن الاقتصاد الروسي لا يتحمل المزيد من المغامرات في المنطقة روسيا تقول يكفيني ما أنا فيه ورطتي في, في سوريا روسيا الآن تعاني من ورطة في داخل داخل سوريا. والحروب بطبيعة الحال مكلفة على الاقتصاد، والاقتصاد هو أول عنصر من عناصر القوة. اليوم الناس ما عادوا يتحدثون عن القوة العسكرية في الحروب. يعني ال 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 القوة المادية من ال من العسكر والسلاح وما شابه ذلك. الحديث الآن عن القوة الاقتصادية. الدولة التي تريد أن تدخل حرب أو تفكر في الحرب لابد أن تفكر في اقتصادها، هل يستطيع أن يصمد أو لا يصمد؟ ونحن نعلم أن روسيا الاتحادية في الفترة الأخيرة دخلت في أزمة اقتصادية نتيجة انخفاض سعر البترول. ومن ثم نتيجة مغامراتها الحربية هنا وهناك، لكن هذا كله يجعلنا نتأكد بأنه لا يمكن أن تخوض روسيا أي مغامرة أخرى في اليمن أو غير اليمن، ومن ثم فإن على طلاب على الانقلابيين الذين يتعشمون في تدخل روسي آه ألا يحلموا كثيرا هذا أمر أمر آخر نحن نستغرب من دعوة صالح ودعوة الانقلابيين في اليمن لروسيا للتدخل في اليمن تدخل عسكري كما أفادت عبارات صالح من قبل نستغرب من هذه الدعوة لأنها صدرت من جماعة تزعم أنه لا يجوز استدعاء الأجنبي للقتال داخل الوطن لا يجوز الاستعانة بالأجنبي ورفعوا الشعار من يرضاها في أرضه يرضاها في عرضه وهذا السؤال يضع موقفهم الأخلاقي وموقفهم المبدئي في حالة حرج ماذا يمكن أن نسمي هذا الفعل؟ أنتم يا أنصار صالح طوال الفترة الماضية تعتقدون وتقولون أن من يطالب الأجنبي للتدخل في المحلي هو كمن يرضاها في كذا الآن زعيمكم يدعو روسيا للتدخل في اليمن للقتال إلى جانبه في مواجهة خصومه ماذا تسمون هذه الدعوة؟ طبعا هذا مجرد يعني نموذج للتناقضات الموجودة في الخطاب الانقلابي طوال الفترة الماضية، وصالح يعد نموذج اكبر لتناقضات الانقلاب لانه طوال مقابلاته الماضية خلال الفترة الماضية الشهور الماضية، مقابلات كانت مليئة بالتناقضات، لكن انصاره طبعا يتجاوزون ويتسامحون مع كل تناقضاته ومع كل عدوانية التي ابداها تجاه اليمن وتجاه اليمنيين، يعني الرجل يتحدث وكأنه يمتلك اليمن وكأن اليمن مزرعة ورثها عن عائلته يمنح روسيا قطعه ارض يمنح هذه الدوله قطعه اخرى يعني يتصرف كانه صاحب الامر والنهي ويتصرف كانها وكان البلد مزرعه ورثها عن ابائه اعزائي المشاهدين سنذهب الى فاصل قصير ثم نعود بعده لمواصله الحديث في الموضوع الثاني وهو موضوع تحرير الجيش التحرير الشيعي الذي اعلنت عنه ايران خلال اليومين الماضيين وهو الجيش الذي يتعدى حدود ايران للتدخل في شؤون الدول الاخرى في العشرين من اغسطس اب 2016 الماضي او الجاري اعلن مسؤول كبير في الحرس الثوري الايراني عن تاسيس ما يسمى بجيش التحرير الشيعي قبل ان يحذفوا كلمه الشيعي وجاء الاعلان في مقابله صحفيه اجراها موقع مشرق الايراني مع القيادي في فيلق سيد الشهداء التابع للحرس الثوري الايراني الجنرال محمد علي فلكي الا ان الموقع المعروف بقربه من الحرس الثوري قد عدل في وقت لاحق التسميه الى جيش التحرير فقط. اوضح فلكي في هذا اللقاء في هذه المقابله وفلكي هذا يعني قائد شارك في الحرب العراقيه الايرانيه، اوضح ان الهدف الرئيس لهذا الجيش هو تحرير القدس وانهاء وجود اسرائيل خلال مده اقصاها 23 عاما. كذا يوم وكذا ساعة زاعما أن هذا الجيش موجود بالفعل الآن على الحدود مع إسرائيل ويحارب بقيادة قائد فيلك القدس اللواء قاسم سليماني على ثلاث جبهات هي العراق وسوريا واليمن إضافة إلى أنه ليس من العقلانية كما يقول فلكي ليس من العقلانية الزج بالقوات الإيرانية في صراع خارجي أو صراعات خارج حدود إيران بل ان الافضل لها ان تحشد وتدرب اتباعها الموجودين في العراق في سوريا في افغانستان في في اليمن في في بريطانيا في الجزائر في كل مكان من المفروض يعني او من الافضل ان تحشد هؤلاء الاتباع وتكون منهم جيشا يقوم بالمهام التي تريدها ايران حسب الخطه المطروحه وصف فلكي هذا الامر بانه ضروره ملحه لان ما يسمى بالاستكبار العالمي لن يكف شره عن الجمهوريه الاسلاميه الا بهذه الطريقه نستمع الى تقرير الجزيره حول هذا الموضوع ثم نعود لمناقشته لم يعد لدى ايران ما تخفيه فهي تكشف صراحة عن تشكيل ميليشيات متعددة الجنسيات سمتها جيش التحرير الشيعي قبل ان تعدل التسمية لاحقا الى جيش التحرير فقط القائد الاعلى لهذه القوات هو الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني وقد بدا هذا الجيش مهامه العسكريه بالفعل في كل من العراق وسوريا واليمن جاء الاعلان عن الميليشيات الايرانيه الجديده خلال حديث صحفي لمحمد علي فلكي احد ارفع الجنرالات الايرانيين وهو ايضا احد قاده جبهه سوريا في الحرس الثوري ورغم انه يعرف بالعسكري القليل الكلام فان الجنرال فلكي اسهب في ايضاح طبيعه الميليشيات الجديده التي يعكف سليماني على تاسيسها. سيضم ما يسمى جيش التحرير ألوية من العراق وسوريا ولبنان وافغانستان واليمن، وسيقاتل بزي واحد وعلم واحد تحت امرة الحرس الثوري. لماذا؟ لانهم كانوا امام نظام الشاه الايراني نظام فاسد عنصري شوفيني لديه يعني شوفينية عاليه تجاه العرقيه الفارسيه ولديه ونظام عميل بدرجه كبيره جدا لامريكا والصهيونيه العالميه، والعرب انذاك كانوا كانت الموجه القوميه يعني على اشدها لديهم. والموجة الاسلاميه ايضا كانت انذاك، فالعرب استبشروا خيرا بهذه الثوره لكسر لتكون اضافه الى اضافه لهم يعني في مواجهه الغطرسه الصهيونيه و والهيمنه الامريكيه في المنطقه. وخصوصا ان الثوره الايرانيه قامت آنذاك ورفعت شعارات العداء لأمريكا والعداء لإسرائيل وإلى آخره لكن هؤلاء العرب لم يكن يخطر ببالهم وقتها أن هذه الثورة ستأخذ بعدا طائفيا مذهبيا وعرقيا يتسبب فيما بعد في تدمير بعض بلدانهم كما حدث للعراق ولسوريا ولليمن ولبنان وغيرها ولم يكونوا يتخيلون أن هذه الثورة ستكون في يوم من الأيام داعمة للثورات المضادة للربيع العربي ستكون ثورة تصب في صالح الاستبداد العربي والأنظمة العسكرية المستبدة لم يكن يخطر ببالهم هذه هذه الصورة السوداوية عن النظام الإيراني للأسف الشديد لكن إيران أو الثورة الإيرانية ما أن استتب الأمر لها بعد إسقاط نظام الشاه حتى شرعت في خطوات رأها المراقبون آنذاك لا تبشر بخير. يعني بدأت بسلسلة انتهاكات لحقوق الإنسان، سلسلة انتهاكات لا تليق بشعارات الثورة الإيرانية داخل إيران نفسها، داخل إيران نفسها، إعدامات، تصفيات، تصفيات ليس فقط للخصوم، تصفيات حتى ل يعني المؤيدين لبعض من ساند هذه الثورة من اليساريين وغير اليساريين واغتيالات حتى لبعض علماء كانوا أصدقاء للخميني ومحسوبين من كبار العلماء مثل آية الله برقعي الذي كان صديق الخميني و بدأت هذه يعني كشفت عن وجه معادي تماما للحقوق والحريات داخل ايران. كذلك بدا أن ايران تصدر خطاب عدائي كبير للمنطقه العربيه تجاه الدول العربيه وتحديدا العراق والدول المجاوره وتريد تصدير الثوره فالحكام انذاك تبينوا انهم امام مشكله كبيره اسمها الثوره الايرانيه وانها ستقودهم الى حروب وستقودهم الى نزاع وهذا ما حدث بالفعل دخلت ايران في حرب مع العراق استمرت قرابه ثمان سنوات. حرب دمرت الاقتصاد الايراني واستنزفت الاقتصاد العراقي واستنزفت الشعب العراقي قتل خلالها عشرات الالاف. هذه الحرب حاول حاولت بعض الجهات ايقافها لولا ان الخميني انذاك رفض واصر على مواصلتها. هذا الكلام اتى في شهاده ل المفكر العراقي المشهور الشيعي موسى الموسوي صاحب كتاب الثوره البائسه يتحدث عن الثوره الايرانيه قال انه بنفسه كان بواسطه من قبل صدام حسين الى الخميني يعرض عليه انهاء هذه الحرب لولا ان الخميني لم يستجب وقابل الامر بشيء من الغرور والعنجهيه طبعا الشواهد الشواهد اللي تدل على ان ايران لم تكن تهدف الى شعاراتها الى تحقيق شعاراتها المرفوعه وانها كانت تستهدف العرب قبل كل شيء هناك شاهدان اساسيان كبيران يدينان الثوره الايرانيه والنظام الايراني الى الان الشاهد الاول مساعده ايران للغزو الامريكي للعراق وهذا جاء تصريح رسمي من قبل مسؤول ايراني ذكرناه في حلقات سابقه اظن انه مستشار خامنئي الذي قال لولا ايران لما دخلت امريكا العراق ولا افغانستان. اذا فايران بحسب اعترافها ساهمت في اسقاط دوله العراق وساهمت في تدمير الدوله العراقيه مش بس النظام العراقي نظام صدام تدمير الدوله العراقيه نفسها. وتدمير المجتمع العراقي وتمزيقه تمزيق نسيجه الوطني وتهديد وحده اراضيه اليوم العراق تحول الى دوله من دول القرون الوسطى ببركات المؤامره الايرانيه مع امريكا هذه هذا شاهد على عدوانيه ايران تجاه العرب الشاهد الاخر البارز ايضا هو المساهمة الإيرانية القوية في الثورة المضادة لثورات الربيع العربي العرب خرجوا بثورات في عدد من الدول العربية لإنقاذ ما يمكن إنقاذا من دولتهم من ثرواتهم من كرامتهم من حرياتهم قاموا بثورة ضد أنظمة مستبدة أنظمة عسكرية كان من الأولى لإيران أن تكف إلى جانبهم في هذه الثورات وحماية المشروع الديمقراطي الذي كان بدأ يتبلور لكن للأسف إيران اتخذت طريق آخر وهو مساندة الثورات المضادة للربيع العربي فأسقطت الثورة في اليمن وأسقطت الثورة في سوريا وساعدت على إسقاط الثورة في مصر ويبدو أن لها مساهمات أخرى في إسقاط الربيع العربي. آه هذا هذه المساهمات الايرانيه في اسقاط الربيع العربي ومشاريع الديمقراطيه العربيه تاتي في سياق واحد مع المشروع الامريكي. المشروع الامريكي الذي كان هو غرفه العمليات الاساسيه لاسقاط ثورات الربيع العربي. يعني ثورات الربيع العربي تم القضاء عليها تقريبا بقرار امريكي. ايران كانت بهذه السياسه تتناغم تماما مع السياسه الامريكيه في المنطقه. وامريكا نفسها وجدت ان لديها حليف رائع جدا في اسقاط ثورات الربيع العربي ومشاريع الديمقراطيه لانه كما قلنا من قبل امريكا لا تفضل وجود الديمقراطيه الان في الوطن العربي، يعني هي تعتقد ان الديمقراطيه خطر على مصالحها وخطر على كيانها الوليد الممثل في دولة اسرائيل فهل تستطيع امريكا او تستطيع هل تستطيع ايران وانصار ايران في اي مكان ان يقولوا انهم اشتغلوا على عكس هوى الامريكان في المنطقه؟ الهدف المعلن لجيش التحرير الذي يسموه جيش التحرير الشيعي كما يقول فلكي هو تحرير القدس وانهاء وجود اسرائيل خلال فتره اقصاها 23 عاما. طبعا فلكي يتحدث بثقه وكانه سينهي لعبه كره قدم. هذه الثقه وهذه العبارات التي صدرت عن فلكي تبدو غريبه قليلا عن عالم السياسه الذي نعرفه في العاده لانه المسؤول السياسي او المسؤول العسكري ينبغي ان يكون حصيفا في قراراته، لا يجرؤ مسؤول سياسي او عسكري ان يورط بلده في تهديد من هذا النوع الا اذا كان يدرك ان بلده لن يتورط وان كلامه لن يؤخذ على محمل الجد من قبل المجتمع الدولي وأمريكا تحديدا لماذا؟ لأنه إحنا ما زلنا نتذكر كلمات صدام وتهديدات صدام لإسرائيل كيف أطاحت به في نهاية المطاف وكيف تسببت في مقتله ونتذكر من العهد القريب كيف أن تصريحات مرسي العدائية تجاه إسرائيل ساهمت في الإطاحة به كما يقول مسؤولون إسرائيليون كبار استعرضنا بعضهم في حلقات سابقة مثل هذه التهديدات التي تطلقها ايران عبر قاده عسكريين كان المفروض والمنطقي ان تستدعي ردود افعال قويه من قبل امريكا ومن قبل اسرائيل لكن العجيب انه هذه الاطراف المعنيه بالتهديد لا تحرك ساكنا وكانها تعلم انه انها مجرد تهديدات فراغيه لماذا؟ لماذا على الرغم من هذه التهديدات نرى تعاونا كبيرا ومعلنا بين ايران وامريكا؟ بين امريكا وجيش التحرير الشيعي في العراق، بين امريكا وجيش التحرير الشيعي في في سوريا، بين امريكا والحوثيين في اليمن، لماذا هذا التعاون مع انه ايران بتقول هذا الجيش المكون من الحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في ايران ومش عارف اين فين في هذا جيش احنا بنجهزه لإنهاء دولة إسرائيل هل هذا معقول؟ هل هذا معقول؟ أمريكا تساند جيوش يعني معدة ومجهزة لإنهاء إسرائيل إذا في الأمر إن كما يقولون ربما ربما نجد الإجابة عند الدكتور موسى الموسوي صاحب الكتاب اللي تكلمنا عليه كتاب الثورة البائسة موسى الموسوي وهو أكاديمي شيعي كبير لديه تقريبا ثلاث دكتورات وهو حفيد ابو الحسن الموسوي الاصبهاني من كبار علماء الشيعه. الموسوي يضع في كتاب الثوره البائسه الكثير من علامات الاستفهام حول علاقه الخميني تحديدا والثوره الايرانيه بالغرب. ومنهم امريكا. بل يؤكد على وجود علاقه مريبه بين امريكا والثوره الخمينيه وذلك بعدد من القرائن. منها واحد خذلان امريكا للشاه في ايران. يقول وكما يقول الشاه نفسه في مذكرات أنه أمريكا خذلت الشاه ولم تتدخل لإنقاذه بالرغم من وجود حوالي خمسين ألف عنصر أمريكي موجودين في طهران آنذاك كانوا منخرطين في مؤسسات الجيش والأمن بصفة مستشارين إذا كان يتوقع الشاه كما يقول في مذكراته أن تكف أمريكا إلى جانب ضد الثوار كان يتوقع ذلك إلا أن ذلك لم يحدث بل أن الرئيس الأمريكي حين جي جيمي كارتر كان أدلى بتصريحات تدل على انزعاج من سياسات الشاه وأنه رفع عنه الغطاء وخصوصا في الجانب الحقوقي وقال يعني كارتر يومها أن حكومة ستكف إلى جانب الشعوب المضطهده هذا قبل ثورة الخميني بأسابيع ولن تكف إلى جانب الحاكم موسوي أيضا يقول أنه الأمريكان أدركوا أن ورقة الشاه العميل الكبير اصبحت خاسره. وهم لا يحبون طبعا اللعب بالاوراق الخاسره. كان لديهم ايامها مشكله كبيره وصداع كبير اسمه الشيوعيه والمنظومه الاشتراكيه. امريكا بدات تفكر وتخشى كما يقول موسوي ان ياتي نظام بديل للشاه يكون موالي للمنظومه الاشتراكيه للاتحاد السوفيتي. وكانت تفضل ان يكون البديل بديل مضاد أو معادي للاتحاد الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية وأفضل من يواجه المد الاشتراكي من وجهة نظر أمريكا ومن وجهة نظر الواقع هم المتدينون أمثال الخميني كان أمريكا قد رأت أنه ربما هذا كان وجهة نظرها نصف عميل يواجه الشيوعية خير من عميل كامل يعجز عن حماية نفسه مثل الشاه ليست, ليست مشكلة أن يأتي شخص مثل الخميني معادي لإيران ما دام أنه سيكف موقف حاسم من الاتحاد السوفيتي ولن يكون عميلاً للاتحاد السوفيتي هذه هي كارينة كارينة الثالثة على الرغم من أن بريطانيا كانت تدعم الشاه أنذاك وكانت غير راضية عن السياسات أو عن الخميني بالشكل الرسمي لكن على المستوى غير الرسمي كانت اذاعه البي بي سي كانت منصه من منصات الخميني للحديث الى انصاره كان خطابات الخميني تنطلق من البي بي سي والبي بي سي في حقيقه الامر هي الترمومتر الحقيقي للرغبه البريطانيه والسياسه البريطانيه اذا اردت ان تعرف الموقف الحقيقي لبريطانيا شوف البي بي سي كما هو الان واضح يعني موقفها مع الانقلابيين في صنعاء ومن المعروف ان السياسه البريطانيه في حاله تماهي كبير مع السياسه الامريكيه ولعلكم تتذكرون ان في حلقة ماضيه عرضنا وثائق كشفت عن يعني كشفتها المخابرات الامريكيه طبعا تزعم ان هذه الوثائق ان هناك رسائل من الخميني للرئيسين الامريكي كينيدي قبل ان يقتل وكارتر تدل هذه الوثائق او هذه الرسائل على ان الخميني كان يعمل على تلطيف الجو بينه وبين امريكا وكان يقول انه عليها الا أن تاخذ هجوم يعني هكذا الرسالة تقول للرئيس الأمريكي لا تأخذوا ألفاظي الحادة ضد أمريكا لا تأخذوها على محمل الجد وأنا أدرك المصالح الأمريكية في إيران وسأحميها كما تقول الوثيقة والحقيقة أن هذه الوثائق لا تدل بوضوح على كون الخميني كان عميل للسي آي اي بقدر ما تدل على أنه كان يمارس شيء من التكية السياسية فهو يظهر, يظهر أمام شعبه باعتبار مقاوم للهيمنة الأمريكية في المكا... والمشروع الصهيوني وفي المقابل يقدم نفسه للامريكان في صوره اخرى صوره السياسي الذي يستطيع ان يحفظ المصالح الامريكيه داخل ايران. طبعا ايران او بالاصح امريكا لا يهمها ان يكون العميل الموجود في المكان الفلاني عميل رسمي يعني على شاكله الشاه. آه الذي يهمها هو ان سياسات هذا العميل تصب في مصلحتها. ومن الواضح جدا الان ان سياسات ايران في المنطقه العربيه تصب في خدمه امريكا. مقاومه الربيع العربي يصب في خدمه امريكا. مقاومه الديمقراطيه ومشاريع الديمقراطيه العربيه يصب في خدمه امريكا. صحيح هناك فتات هناك فتات تلتقطه ايران من خلف هذا كله، هذا الفتات هو عباره عن يعني نفوذ شيعي داخل المنطقه. نفوذ على شكل نفوذ مذهبي ونفوذ سياسي هي طبعا تبدا بادخال النفوذ المذهبي. ايران اليوم تعمل من اقصى جاكرتا الى شمال افريقيا من اجل تجميع او نشر المذهب الشيعي لتحقيق مارب امبراطوريه فارسيه في نهايه المطاف. اجمل ما في المشهد انه اصبح ان اللعب اصبح على المكشوف وان الشعارات كثير من الشعارات سقطت، اليوم ايران قد تنجح على المستوى العسكري لكنها فشلت على مستوى المبادئ والقيم فشلا ذريعا. اعزائي المشاهدين الى هنا نختتم هذه الحلقه على امل ان نلقاكم في حلقه قادمه الاسبوع القادم ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله.